خير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا اليوم الاربعاء 24 اذار 2021 مكملين معكم ببرنامج على الموعد بس لي بدايه عيد ولو مؤخر كل امهات لبنان والعالم هالامهات يلي عيدهم السنه كان مميز لانه عم يمرق بظروف كثير صعبه وعيدهم على قد ما كان تعبهم وشقائهم و الكتيرة يلي عن جد بظل هالجائحه الصعبه يلي عم تجتاح العالم كله، بظل كل هالحزن، بظل كل هالخوف والرعب اثبتوا انه هن بهالكم الهائل من المحبه والعطاء والحنان ونعمه الامومه يلي ربنا خصهم فيها، قدروا فعلا يكونوا السند الاساسي بكل عيله بلبنان وبالعالم. وما بدنا ننسى كمان نعيد كل الاباء يلي على مثال القديس يوسف ايضا بصمت عم يتعبوا حتى يقدروا ايضا تكون عيلتهم على مثال عيله الناصره. ضيف اليوم ببرنامج على الموعد هو محامي بالاستئناف وباحث قانوني ومن المحامين يلي حملوا لواء الدفاع عن حقوق الانسان ومنها الامن والامان والدفاع عن حقوق الاقليات وخصوصا عن حقوق المرأة المرأة يلي اليوم استاذ شفيق مجدلاني رح نحكي عن حقوقها مطولا بهيدي الفقرة صباح الخير استاذ شفيق صباح الخير اذا بدنا نحكي بالفعل عمليا المرأة وخصوصا اللبنانية عندها كثير حقوق يعني بالممارسة عم نشوف انه في كتير على الارض كانوا موجودين وخصوصا هلا بهالفتره يمكن اكثر ستاف شفناه هو كل شيء بيتعلق بالطاقم الطبي ان كان ممرضات ان كان طبيبات ان كان مسعفات ان كان كل يلي بيشتغلوا فعلا على الارض اثبتت عن جد وبجداره أن على قدم مساواه مع الرجل بس اذا بدنا نرجع م. على القانون اللبناني هل انصف المراه بصراحة إذا بدنا نحكي بإيجابية ونعطي كل صاحب حق حقه أنا عم بحكي بالناحية موضوعية من ناحية موضوعية كرجل قانون مش بشكل سبجكتيف نعم إذا منقارن الأوضاع كيف كانت بالماضي بالقرن الماضي أو لا. من منقارن دول العربية الأخرى أو دول المجاورة لبنان عمل كتير مجهود بالقانون بالنسبة لحقوق المرأة أكيد في ثغرات نعم وبكرة بتنسد يمكن أو في تنحل ولكن بال... بالوقت الحالي نظرا للظروف الحالية أنا بعتبر أنه أعطى القانون اللبناني كتير حقوق للمرأة تنكون منصفين نعم نعم يعني ما لازم دائما نضل انه لا نصوب وعلى على على الاشياء الأسبوع. السلبيه لا في صح. في امور كثير ايجابيه من حديثا صوت على قانونين المشترع اللبناني ونشروا بالجريده الرسميه هلا و... رح نحكي عنه اليوم يلي القانون يلي بيتعلق بالعنف الاسري وحمايه النساء وسائر افراد الاسره وللاسف بهيدي الفتره الصعبه يلي عم نمرق فيها بلبنان شهدنا على كتير عمليات قتل لنساء يعني صار عندنا عشر نساء قتلوا وكنا من قبل بسنة كمان ومن قبل كمان كان في عدد كتير كبير في سنة كتير صار في عنف ضد النساء وما شفنا غير يمكن أحد الأشخاص واحد أو اثنين حكموا ليه, ليه؟ هلا القانون اللي كان صادر بال 2014 293 عدل هلا هلا القانون الجديد اللي صدر ب ب 7 1 2021 نشر بالجريده الرسميه ب 7 1 مضبوط شو التعديلات يلي صارت شو شو اضاف الى قبل هلا اضاف الى قبل مسائل الاختصاب مثلا الاختصاب الزوجي ما كانت موجوده قبل اوكي هيدي أه صار شو بيعاقب عليه؟ بالسجن بالسجن قبل كانوا يحلوها حبيا يعني يعني كنا مية على طريقه العشير يعني قبل انه صحيح. آه الفتاه يلي تتعرض للاسف للاغتصاب مجبوره تتزوج الرجل يلي لا هيدي الغي أه الماده 522 الغوها اوكي الغوها بال 2017 اوكي الغيها المشترك. ما طبق في منها وهلا شو بي. صار بيصير هلا عقوبه عاديه صارت يعاقب قد ايه؟ حسب اذا كان قاصر او اذا كان شخص راشد, راشد. نعم. بس هي عديده على قاصر جنايه نعم. نعم. على راشد كمان جنايه اذا كان ب تخيل تخلله اعمال عنف نعم. عنف نعم. جسدي نعم أه كل واحد هلا المشرع حتى شدد انواع الحمايه كمان القانون الجديد المصطلحات القانونيه اللي بنحكي عن الاسره من تشمل الاسره؟ الزوجه والاولاد فقط كل افراد الاسره كل يعني افراد الاسره عنف الاسري ممكن خي ضد اخته اه كمان صبي م. ضد امه الرجال ضد مرته او العكس كمان الاسره القريبه يعني العكس عم بتصير قليله صحيح م. او يمكن ما بيحبوا لا. يحكوا لانه بعدها تابو مزبوط بس ولكن في قرارات حمايه كمان ضد المراه لصالح زوجها في ايام بتصير ايضا كمان العنف بتصير. المتبادل انه بين الاثنين و و نعرف الفعل الجرمي يعني عم نقول العنف الاسري شو بيقصد فيه يعني ضمن اسره واحده بنفس البيت ساكنين بنفس البيت بس العنف يعني شو يعني يعني بس الضرب بس ممكن يصل الى على القتل ممكن القانون فرض عقوبه الاعدام في حال القتل القتل هيدي يعني لانه الماده 549 بتحكي عن هالشيء حسب نوع العنف ممكن يكون عنف كلامي كمان نعم عنف جسدي اقتصادي معنوي معنوي وكيف يثبت مثلا هذا العنف لمن جسدي جسدي اوكي بتروح على المخفر في طبيب شرعي في طبيب شرعي دكر بس كيف يثبت العنف المعنوي الاقتصادي حتى النفسي لا. هيك نوع عنف بده يتثبت بخبره نفسيه بيجي طبيب نفسي او عالم نفسي حتى محلل نفسي معالج نفسي البيت. بيفحصوا الضحيه اللي عم تتشكى من هالشي وبي بيوثقوا وبد... هيدي صعبه صعبه منا من إن... الى اين يتوجه الشخص الى المعنف؟ في خط ساخن بيطلبوا نعم و 14 57 بعتقد اذا ماني غلطان نعم. او حتى اقرب مخفر مش أوكي. بس الشخص المعنف, المعنف. اذا جار سمع عنف بيقدر هو يتشكى قبل الانون 2014 ما كانت ممكنه مزبوط مزبوط هيدي يعني من الاشياء يلي جيده حصلت ولكن بالتطبيق كثير ايام كانوا يروحوا على المخفر يقولوا لهم هيدي امور امور عائليه خلص مش الحال بعد الانون 2014 بابدنا. ممنوع يعملوا صلح اه مجبورين انه يعملوا محضر يسجل محضر وشو بيصير ساعتها إذا المرأة مثلا كانت معنفة جسديا وخايفة ترجع على البيت شو في تدابير حماية في تدابير حماية بيقدروا يحطوها ب بمأوى ب بي... و... بيجبروا له اذا كان مالي يدفع لها لل... التكاليف هو حتى مجبور كمان يعمل دورات تاهيليه عند دورات تاهيليه عند معالجين نفسيين طيب العنيف يعني لانه بيح... لانه يعني بالنهايه يلي بيعنف رجل بيعنف زوجته او امه او اخته او م. بنته او العكس هدول بالنهايه في شيء مشكله نفسيه عندهم يعني ما فينا نقول هالقد بهيدي الظروف هلا مثلا الصعبه الاقتصاديه ما فيك تقول انه ظروف نفسيه يعني الكل عايش بضغط كثير كبير يعني وستين بدل... 63% بدنا نتناقص نعم. العنف نعم. الاسري بعد اللوك داون آه. من وراء الكورونا 100% ال... مع يعني. العلم انه بلبنان غير بالغرب كمان صار في نعم. كتير كثير زادت هالحالات ولكن بالغرب البيوت صغيره صح بلبنان اكثريه البيوت شوي اكبر يعني في مجال أكبر يتحركوا في مجال يتحركوا م. ولكن ديجا زربة بتخلي اضافه إضافة إلى ذلك الوضع الاقتصادي يلي ما قبل الكورونا وال... وسرقة أموال المودعين بالبنوك والناس مش عارفين مصرياتها وين راحت ومش عارفة كمان هالشي صار كثير صحيح الوضع الاقتصادي أيضا بيعمل يعني توتر يعني كتير صعب عم يعني بصيروا من, من هيك عم, عم من هيك عم إنه إذا راحوا على مخفر أه بدهم يتشكوا بدهم يقولوا انه مثلا نحن تعرضنا لعنف يعني أه بتشوف انه قوى أه الامن مش عم تتعامل أه بجديه كتير بهيدا الموضوع يعني بقول لك اوكي مثلا هيدا هلا ما عليه طولوا بالكم أه ولكن هيدا الشيء خطر ممكن يؤدي الى القتل شو مفروض يعمل مثلا الشخص اللي ما بده يرجع من مين بده يطلب الحمايه من سيصدر امر الحمايه هذه الامور المستعجله نعم هو بيصدر امر الحمايه. اوكي وشو كيف يطبق فعليا؟ تنقل سيده تتعرض للعنف وهي كثير خايفه ما بدها ترجع على بيتها لانه يمكن يقتلها زوجها و شو بتعمل؟ شو في في منظمه كفى بتفكر عن في كاريتاس في في اماكن فيها تلتجي تلتجي خلينا لأني. نحكي بعيدا عن الجمعيات النسائيه يلي بعتقد كان لهم دور كثير كبير بتحسين ما انا جاي اعمل دعايه لحدا انا بس عم بالمئة 100% لتحسين امور النساء المعنفات يعني عن جد شكرا لهم لانه هن فعلا كانوا وراء اقرار هيدا القانون يلي آآ شوي آآ حسن من من وضع النساء المعنفات او او العكس يعني كمان ولكن الدوله كدوله كيف تؤمن الحمايه لمواطنيها المعنف هو مواطن لبناني كيف تؤمن له الحمايه الدوله كيف عم بتامن له هي دوله على حسابها ما عم بتامن هي بواسطه القضاء مثلا ما, ما في مع العلم لا انشا صندوق ما انشأوا المحكمة. ولا شيء ولا شيء بس فقط يعني انه بياخذوا امر انه ما يقرب على البيت او 100% فقط وكيف ينفذ؟ ينفذ بالقوه على الامر ممكن هل... بالقوه اذا اذا خالف الامر نعم لكن هالتعديل كان مفيد جدا لا بامور العنف الاسري نعم شدد العقوبات واضاف اجراءات جديده وانواع عنف جديده في انا سمعت انه في مناضلات انا ما بحب ما بحب كلمه فيمينيست أي بحب كلمه ميليتان مم. دي دوغوا دو لانه ما بحب كتير الط... ال... في أوكي. منهم كتير يعني في عندهم كره للرجل هيدي انا هالشي بعتبره خاطئ بيعتبروا انه ما بي هذا القانون مش ما بيلبي الطموحات المضبوطه ولكن خطوه ايجابيه. خطوه ايجابيه. خطوه ايجابيه بس بعد في في امور كثيره برايهم لازم تنحل. بي خلينا نروح شوي على المراه في العمل وعلى شهاده التقدير يلي حضرتك نلتها مؤخرا بموضوع المراه والعمل اذا بنشوف هالسيرتيفيكا يلي يلي حصلت عليه من خبرنا شوي اكثر البنك نعم هيدي إيه؟ طلب مني اعطي دراسه عن التطورات اللي صارت بالقانون اللبناني كانت بقانون العمل للمراه نعم. او بال بالقوانين العائله وال نعم. والمساواة وغيرها خلينا نحكي شوي عن قانون العمل المرأة في بقانون العمل شو صار في أشياء جديدة بقانون العمل من كم سنه في نص منع صراحه التمييز من حيث الجندر. حلو. يعني صار بحق كل انواع الاعمال انه تقوم في في بعض الاعمال يلي بعدها محظره على المراه يمكن في خطر جسدي عليك. بالمناجم هيدي و... مش موجوده عندنا بلبنان يعني انه ولكن بالمبدا منشوفن بكل بكل مجالات العمل ما في يعني القانون صار بحذر صراحه عدم التوظيف لسبب الجنس لسبب يعني الجنس انه لانه مراه ما وظفوها هيدي لا صار في نص بقانون العمل وحتى اذا صرف صرف لانه امر او صرف لانه حامل م. كمان يعتبر صرف تعسف هلا بظل هيدي الاوضاع استاذ مجدلاني في كثير سيدات عملوا لانها حامل مثلا في كثير شرك بتفرض عليهم انه اذا بدك تشتغلي عنا بالشركه بدك تمضي تعهد انه انت ما راح بتصيري حامل طول الفتره يلي انت بتكوني موجوده فيها عنا كيف ممكن الموظف يعترض على هيك شيء مثلا كيف ممكن انه على يكون في بند بهيدا الموضوع ضمن عقد عمل هل هو صحيح ام ممكن انه ننقد هذا العقد ونقول انه مش معقول يكون في طلب هيك هي مفروض كان المشترع ينص على قاعده تعتبر انه هيك بند بحكم غير المكتوب يعني انا لو كنت قاضي ببطلوا هالبند عم نحكي شرك خاصة هلا كل شيء تابع للدولة طبعا القانون يطبق على موظفي الدولة موظفي الدولة والقطاع الخاص لا, لا. لا. بالوظيفة العامة كمان المرسوم رقم 100 اشتراع رقم 112 عدل وممنوع التمييز من حيث الجندر وكمان قانون العمل هذا قانون العمل للقطاع الخاص نعم مش لل للقطاع للكت... العام الوظيفة العامة وللقطاع الخاص قانون العمل هذا عم بحكي انا بقانون العمل تبع القطاع الخاص مم. ولكن صارت وفي في أش... في حدا يعني سيده صار معها هيدا هيدا الكا و... مفروض ومرفض. تروح امام القضاء تبطله اذا طردت لها سبب بيقدر يقول اوكي مضيت هي بس ولكن نحن بهالوضع ما في ضغط معين آ... صح ما انه يمكن عيوب الرضا الاكراه مثل ما بيقولوا مزبوط. قانون الموجبات والعقود مزبوط. بس في مثل نوع من الاكراه الاقتصادي ممكن الاجتهاد يسيره بهذا الوضع الحالي كمان يعني انا لو قاضي انا بقول لك لو قاضي بمجلس عمل تحكيمي اجى لعندي موظف او موظفه عفوا نعم طردت من عملها لانه حبلت بعتبر هالبرد باطل لانه مخالف للانتظام العام. <ممم> وهلا بسبب هيدي الاوضاع في كثير صار في صار رح يقبلوا طا... يمضوا لانه ما عندهم غير خيار 100% بدي اقول لك العالم بحاجه تشتغل رح يرضوا بكل بكل الشروط. هلا اللي عم نشوفه الطرد فينا نقول طرد تعسفي حاليا ولا ولا هلا بسبب الظرف الراهن اللي عم بمر فيه البلد ما فيهم يتشكوا انه طار تعسفي في شركه يمكن ما بقى تتحمل عدد كبير من الموظفين ومثل هيدي صار صرف اقتصادي غير مش صرف تعسفي بدون اي سبب يعني هيدي ما فيهم ما فيهم يتشكوا ولا ولا يحصلوا شيء قد ما بياخذوا من الشركه لكن بيشتغلوا فيها يكفي صرف يعني. الاقتصاد غير أك اكيد اذا ما كان عم بيغطي صرف تعسفي عم بيخفي صرف تعسفي صرف اقتصادي بس اللي بسموها بفرنسا ليسانسيمون ايكونوميك الشركه ما بقى ما تدفع موظفين كتير بدها تخفف صحيح لا هيدي غير شيء هيدي ما لها ما دخل بال بدهم يرضوا يعني بي يلي بي... بياخذوا يلي بيقدروا بيحصلوا يعني مزبوط ما لها دخل بال... بالتمييز بين الرجل والمراه وبين المساواه هيدي ما لها دخل هيدي لها دخل بالمصاري فقط كباحث قانوني استاذ مجدلاني شو معقول بعد ينزيد على قانون العمل بلبنان حتى عن جد يصيروا على قدم المساواه بين الرجل والمراه؟ مثل ما قلت لك ابطال اعتبار اي توقيع بيتعلق بالحياه الشخصيه <applause> بحكم غير المكتوب يعني ريبوتي يعني من دون ما ما يطلع قرار بإبطاله يعتبر كأنه ما انعمل كأنه ما انعمل و... إن وبكل كمان. المواد الباقيه خلص كلن تساوي يعني لا تقريبا في تساوي هلا في غير امور ما لها دخل بالتساوي بين الرجل والمراه م. لازم تعديلها بقانون العمل لأنه ما بعدو ما بيعطي مثلاً إجازات سنوية كتير ما بيعطي تعويض لازم يكون أكتر بالنسبة للصرف مش بس آخر معاش مضروب بسنين العمل أحياناً ما بيكفي <applause> ولكن هيدا يطبق على على الرجل والمراه لا هيدي ما لها دخل بالمساواه نفسها نفسا يعني نفس. هيدا هيدا القانون هيدا اللي لازم يتغير ولكن ما بعتقد هلا بهيدي الظروف راح ما راح يغير راح يصير, فيه رح يصير فيه شي في راح يصير في شيء جديد كمان وباي في شغله المساواه الرجل منه هلا تذكرتها قصه اجازه الامومه المر... عم صارت 100 يوم هلا اجازه الامومه اجازه الامومه 70 يوم هلا أه. وفي منهم ما عم يعطوهم بس 70 يوم صارت بال 2014 نعم. قبل كانت نعم. تسعة 49 يوم الرجل عنده يومين يومين فقط يضل مع زوجته اجازه الكونجي باترنيتي يومين وبعد يومين لهلا بعد ما ما تغيرت يومين اضيفت ما من زمان كمان من كم سنه حلو مع انه ضروري انه يكون كمان الاب يساند شوي الام حتى صحيح خصوصا باول فتره الولد كمان يتعرف على على والده باي باي قطاعات بعد المراه لم تنصف بالقانون اللبناني ب... بقصه الجنسيه هيدا موضوع سياسه بعتقد اكثر ما هو ما قانوني يعني. ما فينا نط... بس لا عم بجاوبك على هي السؤال هي وين هي. صحيح. ب... ب... بالقانون بعد لا. فينا نقول انه في شويه غبن للمراه عم بحكي بموضوعيه لا. انا لا. اكيد لا. ما رح نتطرق ليش ما قال حق تعطي الجنسيه هيدا فيه كتير تحديات سياسيه وغير لا. سياسيه افضل ما نتطرق له موضوع حساس لانه قصه الجنسيه ممكن انه انه ينعمل على غرار بلدان المجاوره يلي بيختاروا مين بحق له ياخذ الجنسيه من المراه ام لا هذا بصير قانون تمييزه ما فيك تعتبره تمييزه هيدي كمان بترجع بدك تحفظ ديموغرافيه لوطنك يعني كل بلد هو بيعرف موضوع حساس هو موضوع حساس منه شو بده رغم كل الاصوات يلي بنسمعها رغم انه كتير صعبه انه عن جد المراه اللبنانيه المتزوجه من اجنبي ما تقدر تعمل تعطي جنسيه لاولادها يعني بدها تضطر تعمل اقامه تجدد لهم كل الوقت في كتير لبنانيات ساكنين بلبنان متزوجين من اجنبي ويعاملوا كانهم كانهم اجانب يعني هيدي هالشيء مش اذا بدنا نحكي بموضوعيه <applause> هالشيء مش منصف نعم ولكن لاسباب عمليه ممكن انه يكون ممكن يكون نعم. مبرر ولكن مثل ما قلت لك الموضوع حساس مش بالسهوله بينحكى عنه وغير غير الجنسيه اين ايضا بقصه الزنا نعم اه هيدي قصة وحدة هيدي دائما المرأة هي المتهمة يعني بهذا الموضوع خبرنا أكثر شوي العقوبات بتختلف نعم. العقوبة أشد للمرأة من الرجل ليه؟ في أنو العقوبات قال وهلا حتى بال هلا بالقانون الجديد مطلوب لم تعد كان دا... ح... انه ي... تصير نفس العقوبات يعني نفس الدرجة نفس نعم. ما تكون عقوبة أشد يعني هيدي آ... آ... هلا عمليا عمليا بضل في تمييز إذا اجت بدها تتوظف، ما رح يجوا يقولوا لها إذا انهم حاربوين إنه أنت ما رح نوظفك لأنك إمرأة، ما رح يقولوا لها هيك، مم. رح يخترعوا لها إنه السي في تبعك وبتعرفي في عنا كثير طلبات ومش وهيدي صعبة إثبات عكس ذلك. هلا بعتقد بهيدي من كم سنة بدأنا نشهد إنه بالعكس النساء هن اللي عم يتوظفوا أكثر من الرجال يعني بيطلبوا آه مرأة يمكن لأنه عندها حقوق أقل شوي أم صاروا مثلا ضمان نفس الضمان معاشاتهم آه نفس الشيء لا لا الضمان بس بالنسبة لهيدي في منهم بيعتبروا أنه المرأة نشيطة أكتر أو الشغل معها أسهل ما بعرف شو شو هي المعطيات يلي م. عندن أو في مثل ناسيون جوني بيقولوا لي كانديداتور فيمينين سو انكوراجي بيشجعوا انه المراه تتقدم هلا في في مشروع قانون للكوتا النسائيه بمجالس بي اداره الشركات هيك و... عم بيشتغلوا عليه هلا شفنا باخر انتخابات انه المراه بالسياسه يعني أه لا صارت حتى ما انا بحاجه لكوتا لانه الدستور ساوى بين المراه والرجل يعني مش ضروري يكون في كوتا ولكن آه نفسيا آه تشجعت المراه وقدمت آه على الانتخابات ان كان نيابيه او البلديه او صرنا عم نشوف فعلا سيدات آه عندهم نشاط سياسي آه جيد ايضا يعني 100% وعم بي واثبتوا جدارتهم نا. حتى في بوزارات آه ولكن بمهنه المحاماه آه كمان يلي هي آه اول آه ناس آه طبقوا مبدا المساواه في بدايه ثلاثينيات القرن الماضي نقب المحامين ببيروت نعم يلي سمحت آه للمراه بعهد النقيب دعيبس المر بفتكر 1932 سمحوا للمراه بممارسه مهنه المحاميات على امل انه ما بقى في ولا اي قطاع آه يميز من حيث الجندر آه وتنال المرأة كامل حقوقها مع أنه آه نحن بنشوف حالنا أنه أحسن من غيرنا بكتير عنا فعلا آه وعلى أمل أنه ينصفنا القانون اللبناني وخصوصا بأمور آه آه الأحوال الشخصية يلي تتداخل مع المحاكم الروحية آه في بعد شوي هون يمكن لأنه آه في, في اسباب دينيه في تابو فيها. ديني ما فينا نشيله في ولكن في بعض المحاكم شلو. في بعض المحاكم الارثوذكسيه صايره عم بتطبق هلا بالنسبه للنفقه نا. بالنسبه للحضانه شو مصلحه اول شيء للنفقه مين مليء اكثر ممكن م. تكون الزوجه مليئه اكثر من زوجها بالنسبه للحضانه ما بقى ما بقى عم بيعتمدوا معيار العمر م. للولد م. ممكن يكون على عشر سنين يكون افضل يكون مع امه من مع بيو 100% او يمكن على خمس سنين افضل يكون مع بيو من مع امه صح. يمكن يكون البي كثير عنيف او الام كثير عنيفه صح. او بتحشيش لا سمح الله او صح هيد... هيدا هيدا الم... المعيار الافضل نعم انه يتطبق نعم, نعم. هيك بيكون المساواه ان شاء الله ان شاء الله نوصل ل... للمساواه قد تام. ان شاء الله نخلص من العنف وما نضطر انه نروح ولا نطلب حمايه ولا نروح على محاكم ولا شيء هيدي بدها تسقيف بالتسقيف بدا صحيح صح يعني هو رجل نعم في انا شفت مره صوره وحط حدا حاطط مثل كليشيه ايد مرفوعه بيقول انت بتبطي الرجل لمن ترفع ايدك على امراه هيدا صحيح جدا مش الرجوله انه يضرب امراه صحيح. صحيح. وبعدين المراه شو للرجل امه نعم ستو. اخته اخته بنت. بنته حبيبته زوجته فح. زوجته خطيبته بتحب مرأة ما بتضربها وما بتعنفها امك ما بتعنفها بنتك اختك صاحبتك، لا. مين ما لا. كان لا. لا. لانه بالنهايه هي نصفك الاخر لا. او جزء من عائلتك من دمك نعم نعم شكرا لك استاذ شفيق مجدلاني شكرا لكم, لكم مشاهدينا بريك ومنكمل معكم